ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن درجات الجنة بعدد آيات القرآن، فكلما قرأ العبد آية رقى درجة. وورد عن الصادق عليه السلام من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، من قرأ 20 آية كتب من الذاكرين، من قرأ 30 آية كتب من القانتين، من قرأ 50 آية كتب من الخاشعين. نحن ليس لدينا علاقة مع القرآن، على الأقل يوميا 5 دقائق تقرأ لك 50 آية من القرآن، أو تستمع أنت في السيارة رايح للعمل للدراسة تستمع القرآن وتتلو معه. هكذا عاش أهل البيت مع القرآن،